السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ارق نفسك، يعني تذكرة كده مع بعض، بنحاول ان احنا نعلم بعض فيها ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. طبعا البرنامج هو برنامج أخي وصديقي وحبيبي فضيلة الراقي الشيخ صالح سعد. سيدنا الشيخ صالح، مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. ايه حكاية الرقية دي وايه حكاية ارق نفسك وارق نفسي من ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرقي شيخنا ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك كما لا يخفى على شريف علم حضرتك، رقية من العين والحسد والمسي والسحر، كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى من الحسد صلى الله عليه وسلم، ونزل سيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. نعم، يعني الواحد طب يعرف إزاي أنه محسود، أنه في حاجة وأنه يرقي نفسه إزاي؟ هناك أعراض ثابتة في العين والحسد والمسي والسحر. على سبيل المثال كثرة الصداع. الصداع، الصداع، ألم الظهر. طب الصداع هنا بيكون له سبب طبي ولا ملوش سبب؟ إن لم يكن هناك سبب طبي، يعني لو كان في سبب طبي هذا هذا أمر لازم نسلك الإيه؟ نعم، المسلك الطبي أولا. إن لم يثبت طبيا أن هذا الصداع له أثر من مرض عضوي، يبدأ الإنسان يعرض نفسه على الرقية. إن تأثر بالرقية ازداد الصداع، ازداد الألم، ازدادت الرعشة، خنقة الصدر، ألم الظهر، يثبت ذلك بهذه الأعراض أنه أصيب بالعين والحسد. يعني الواحد يراقب نفسه. طب اللي بيقولك أنا بتتوب كتير، كثرة التثاؤب قد تقوم من العين والحسد. نعم، وقد ينزل من العين بعض الدموع أو ما شابه أحيانا ده. هذا يدل على شدة الحسد، التثاؤب مع الدموع. التثاؤب مع الدموع دليل على شدة العين والحسد. هل التثاؤب ده بيكون له وقت معين؟ حسب هدف العائن أو الحاسد. قد يكون الإنسان معيون في المذاكرة، فكلما أنت قلت دلوقتي حسب هدف العائن. نعم. أو الحاسد، هو في فرق بينهم؟ نعم، هناك فرق، هناك فرق. طب كمل المعلومة وبعدين نرجع للعائن والحاسد. ربنا يبارك فرشا، جزاك الله عنه خير. العائن قدر الإنسان متفوق، وقعت عليه العين في التفوق، في المذاكرة. حلو. نعم، في المذاكرة، كلما بدأ المذاكرة بدأ الصداع، بدأ النسيان، بدأ الألم. ده ممكن يحصل. نعم شيخنا، هناك بعض الناس تمزق الكتب. بعض الطلبة في المذاكرة من الضيق النفسي. من الضيق النفسي. أمس اتصال أمس إن أكثر من حد في امتحانات الثانوية العامة مفيش إقبال ندخل الامتحان. يبقى كويس جدا طول السنة ويجي عند الامتحان. نعم، مش عايز يدخل. نعم، قد تكون رهبة الامتحان، لكن العين والحسد يصد فعلا عن المذاكرة، يصد أحيانا على الأب والأم. لا يخفى على شريف علم حضرتك أن العين والحسد في حتى في معاملة الأب والأم. يا الله، في البر. العين في البر يا شيخ. نعم، يعني إيه العين في البر؟ في الحب. يعني ولد بار أو أمه بتحبه أو بابا بيحبه. نعم، يحسد على هذا؟ هذا ما وقع لسيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. تمام. حسد سيدنا يوسف، كان في حب سيدنا يعقوب عليه السلام لسيدنا يوسف. فهناك عين وحسد في الحب، في المذاكرة، في الفهم، بل في العلم. قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى الله. نعم، أكبر. نعم. نعم. يعني حتى دي كمان ممكن الواحد يخلي باله. نعم، وهو بيتعامل بيها. نعم، مع أولاده. نعم، لأن نعم، ممكن الأب والأم يكونوا هم السبب. نعم، في توجيه عين الحسد لابنهم أو لبنتهم بسبب المعاملة دي. نعم. طب احنا قلنا قبل ما تقول المعلومة دي، قلنا ان في فارق بين الحاسد والعائن. نعم نعم، العين قد تكون معجبة، وهذا ما وقع لسيدنا يوسف. لكن الحاسد معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمني زوال النعمة. استغفر الله. تمني زوال النعمة، ده في الحسد المذموم. هذا في الحسد المذموم. نعم. لأنه الحسد المحمود اسمه. نعم. غبطة. غبطة. نعم. مش حسد. نعم. لأنه الحسد المذموم إن أنا عايز الخير ده يروح من عند الرجل ده. نعم. ويجي نعم، مكانه شر للأسف. نعم. لكن الغبطة عايز ربنا يبارك له في الخير اللي ويعطيني عنده، ويعطيني مثله، ويديني زيه. نعم. ويبارك له هو كمان يعني. نعم. فيبقى أنت حضرتك الحسد تمني زوال النعمة. النعمة،
والعائن قد تكون عين معجبة، قد تكون عين في الصحة، في العافية، في الحمل أحيانا تأتي شكوى كثيرة جدا من كثير من الناس، ولا يخفى على شريف المرأة التي يأتي لك اتصالات كثيرة أن بعض الناس قد يكون سقط الجنين بسبب العين والحسد، سقط الجنين نفسه بسبب العين والحسد الله. وقد تقع العين من الإنس وقد تقع من الجن. لذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر دخول الخلاء البسملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحائل من أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله. فهذا حديث يدل على أن العين قد تقع من شيطان الخلاء. طب قول سلام عليكم كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ولاء. عليكم السلام. لو سمحت عايزه اسال الشيخ سؤالين معلش. هو مع حضرتك، اسالي السؤال الاول. طيب ماشي يا شيخ، انا تعبانه على طول، وعلى طول يقولي لي انت محسوده محسوده، لان انا الحمد لله في خير يعني، بس انا على طول يقولي لي انت محسوده وتعبانه على طول تعبانه، مع اني يعني ما بشتكيش من كل ما اروح للدكتور يقول لي انت ما عندكيش حاجه عدويه، يعني ما فيش حاجه بتوجعك يعني، بس انا ما اعرفش ايه اللي تعبني، وعلى طول مخنوقه وعلى طول على طول تعبانه يعني. فعايزه ايه الايات القرانيه اللي ممكن احسن بها نفسي من الحسد والعين وكده يعني. طيب حاضر، عندك حاجه تاني؟ وهل هو المرض يعني المرض ليه ايات قرانيه برضو ممكن نقراها ولا ايه؟ طيب حاضر حاضر، اشكرك. ايه رايك يا سيد؟ الله يحفظك شيخنا ويبارك في حضرتك. ما ذكرته الاخت في الالام الجسديه قد تقع كثيرا بسبب العين والحسد. قد تسبب العين والحسد مرض عضوي. العين والحسد قد تسبب امراض عضويه. وهذا ما حدث في للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل جبريل عليه السلام لرقية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في روايه ابن ماجه عن عبد الله عن عباده بن الصامت عليه رضي الله قال: اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، أي وهو مريض، فقال سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهذه الرقية تؤكد على أن العين والحسد يتسبب في الأمراض العضوية، يعني دي بسبب هذا الأمر، بسبب نعم العين قد تسبب مرض عضوي. طيب هي رقية سيدنا جبريل لسيدنا النبي كان نصها إيه؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهناك رقية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها. استنى أنا عايزك تفضل شيخ، قولي الرقية دي كمان مرة بس بهدوء كده، عشان ممكن حد يسجلها أو نعم يكتبها ورا حضرتك. نعم، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الله ما شاء الله. طيب هنوقف مع الرقية دي وقفات كتيرة جدا، بس حضرتك بتقولي في دعاء تاني أو في رقية تانية. نعم، عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل. الله، هذا الحديث يؤكد على أن أي إنسان يشتكي من أي مرض يرقي نفسه بالفاتحة، بالإخلاص، بالفلق، بالناس، بآية الكرسي، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، يقول لهم: أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الرقية كان يرقي بها سيدنا إبراهيم، إسماعيل وإسحاق. طيب قول سلام عليكم كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخي. إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. كل سنة وحضراتكم بخير. حضرتك طيب. والله يا فندم أنا كان عندي سؤال. أنا كنت بشتري عربية أجرة، تمام، وكنت ناوي أذبح لها حاجة لله، فهل الحاجة اللي أنا هذبحها لها دي يجوز إن أنا أهل بيتي ياكل منها أو أدي منها لحد من إخواتي، وهي العربية برضه في نفس الوقت لسه عليها فلوس؟ حاضر، أشكرك أشكرك يا أحمد. يبقى إحنا نعود إلى رقية سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الرقية دي؟ هذه الرقية يا شيخنا كما لا يخفى على شريف علم حضرتك تنفع بإذن الله من العين والحسد والمس والسحر. هذه الرقية يقول فيها أهل العلم إنها رقية عظيمة، وأعظمها آخرها والله يشفيك، وأعظمها آخرها والله يشفيك. والله يشفيك. طيب. بسم الله. نبسط المسألة للناس شوية، نقول إنه الرقية دي بدايتها إيه؟ بسم الله أرقيك. يعني سيدنا جبريل بدأ ببسم الله. بدأ بالبسملة. مع قدر سيدنا جبريل وعظمة سيدنا جبريل وقوة سيدنا جبريل، عائشة تقول كما ورد في الصحيحين أن سيدنا جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته مرتين.
المرة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى سيدنا جبريل سد الأفق أي ما بين السماء والأرض. وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل له 600 جناح 600 جناح وسد ما بين السماء والأرض، وهو سيدنا جبريل الذي تنزل بالقرآن، تنزل بالإنجيل، وتنزل بالتوراة، ومع ذلك لم يعتمد على علمه ولا على فهمه ولا على قدرته، بل اعتمد على الله عز وجل مع قدرته. الله مع قدرته اعتمد على الله. هذه رسالة لكل راقي. الأمر بسيط، أي إنسان محسود أو معيون أو مسحور الأمر ليس صعبا. يعني بنقول بسم الله، بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقيني من كل شيء يؤذيني، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني، بسم الله أرقيني. الله. طب ما لو مثلا البنت اتأخرت في الزواج شوية، أو لو الولد اتعامل مع مامته بعصبية، أو ما سمعش الكلام، أو واحد اشتغل شغلانة وخسر مرة اتنين تلاتة، أول حاجة نفكر فيها ده معمول له سحر أو ده محسوب، تقول إيه للناس دي؟ أولا كل شيء بقدر الله عز وجل، ونبحث عن الأسباب. يعني معلش هناك أناس هو قدرا يعني فاشل في مسألة ما، فمش معنى أنه هو فاشل أو محسود، قد يكون السبب العين والحسد، وقد يكون السبب السحر. هناك سحر المرض، وفي سحر الخسارة، فعلا موجود سحر اسمه سحر الخسارة بالخسارة. نعم نعم هذا موجود ومنتشر ومنتشر سحر الخسارة سحر عدم التوفيق سواء في الدراسة أو في العمل أو في التجارة، هذا منتشر جدا يا شيخ. كثير من الناس بيشتكي من الخسارة في المشاريع، يشتري قطعة أرض لا يستطيع أن يقيم عليها مشروع، يقيم مشروع. نعم الحل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ على الصلوات في وقتها، السنة القبلية والبعدية، أذكر الصباح وأذكر المساء وأذكر النوم، ويرقي نفسه. لا الله. سهل. يعني في سحر للخسارة. نعم شيخ. استغفر الله. أنت ده السحر ده يا أخي ده إجرام ما بعده إجرام يا أخي. نسأل الله الهداية. الله يعني. نسأل الله الهداية. طبعا حضرتك لا يخفى عليك أن الساحر مشرك بالله. نعم. كافر بالله سبحانه نعم. وتعالى. نعم. لأنه الساحر بيتعامل بلا أخلاق. نعم. يعني ربنا يعفو عنا ويعفينا يا رب. آمين. يا رب. آمين. طب يتبع منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويصلي الصلاة في وقتها. نعم. يحافظ على الأذكار. نعم. هل فيه رقية معينة يقولها؟ الأذكار يا شيخنا هي أفضل رقية. يقول بعض أهل العلم في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، هذه الأذكار أشد في التحصين من سور يأجوج ومأجوج. الله أكبر. أذكار الصباح وأذكار المساء تأخذ تقريبا 10 دقائق صباحا و10 دقائق مساء، لا تأخذ وقت. الله. لكن هذه الأذكار مهمة جدا جدا جدا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في صفر ولا في حضر أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. قال هذه الأذكار صلى الله عليه وسلم أشد، العلماء يقولوا هذه الأذكار أشد من الدرع، الدرع الواقي يعني. الدرع الواقي. ابن القيم يقول حتى يعود السهم إلى رمي، يعني الإنسان المحافظ على الأذكار ودبر له أحد مكيدة أو وقعت منه عينة أو حسد، هذا الدرع حائط صوت ما شاء الله. نعم من العينة والحسد والمس والسحر والمرض عموما. طيب يبقى نقول له أنت بتحافظ على الصلوات الخمس. نعم. بتحافظ على أذكار الصباح والمساء. نعم. طيب هل في رقية معينة تقولها له؟ أفضل رقية هي الفاتحة. أفضل رقية الفاتحة. الفاتحة وما يدريك أنها رقية. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو سعيد الخدري عليه رضي الله عنه، ما يدريك أنها رقية. شيخنا وهذه الرقية رقية نافعة جدا جدا. سيدنا أبو سعيد الخدري راقى بها لديغ من العقرب، السم يسري في جسده، عندما قرأ عليه الفاتحة توقف السم. الله توقف السم. بس العبرة هنا بالراقي، بإخلاص. نعم. الراقي. نعم هذا صحابي عليه رضي الله عنه، وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب سيدنا دلوقتي إحنا بنتكلم عن أنا بحسد، أعمل إيه عشان ما أحسدش؟ أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية يا شيخ، نسأل الله العفو والعافية. استغفر الله. استغفر الله. نسأل الله. نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين. لابد أن يعلم أي مسلم أنه الأذى الواقع منه لأي مسلم لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا. فهو يحسد، فلابد أن يعوض نفسه من الحسد. يستعيذ، يرضى بقدر الله عز وجل عليه. فإن رأى أخاه في نعمة فهو أيضا في نعمة. لكن هو يستكثر نعم إيه؟ اللي حاجة. أقول إيه؟ أقول إيه؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتعوذ. ولولا إذ دخلت جنتك. نعم. قلت. نعم. ما. نعم. شاء الله. يعني. نعم. أول ما أشوف حاجة حلوة أقول. نعم. بسم الله ما شاء الله. نعم. ورد. حتى. نعم. نعم. ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تبرك
على ما يقتل احدكم اخاه. فالاصل في دفع الحديث ده حديث خطير جدا. نعم شيخنا. فالاصل هو التبريك. اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم بارك. تبارك الله. نعم. ولا يخفى على شريف علم حضرتك ان هذا الحديث لما نظر سيدنا سهل الى سيدنا ربيعه وقع مخشيا عليه. كاد ان يموت. كاد ان يموت، كاد ان يهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه لما لم تبرك. فالاصل هو التبريك. نعم. فالاصل هو التبريك. لما الصحابه ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الرجل صلى الله عليه وسلم. فخل يعني لا يستطيع يعني ان يتحرك. نعم. الله اكبر. نعم. انت عارف ان هو كان بيشتغل في ارضه. نعم. فشافه كده وشاف جسمه. نعم. يعني ربما راى بياض جسده. نعم. فحسده. نعم. على بياض جسمه. نعم. فياخ سبحان الله يعني حته ان الواحد كل ذي نعمه فعلا محسود. محسود. وما خلق جسد من حسد الشيخ. ده كلام صلى الله عليه وسلم. ما خلق جسد ده كلام العلماء برضه. ده كلام العلماء. ما خلق جسد ما خلق جسد من حسد. نعم. نعم. يعني ممكن اكون انا محسود او ممكن انا اكون انا ايه يعني تفهم على المعنيين انا اكون. نعم. محسود او انا اكون نسأل الله العفو والعافيه. استغفر الله. اللهم احفظنا جميعا يا رب. نعم. طيب اديني بشده كده. هذا الحديث معذره هذا الحديث يؤكد على ان العين تاتي بالامراض العضويه. الله اكبر. هذا الحديث لما نظر سهل لسيدنا ربيعة وقع مخشيا عليه. ماذا حدث؟ توقف الدم عن ضخ الدورة الدموية. توقفت الدورة الدموية، حصل هبوط. الله أكبر. فالعين الله هنا وقعت على القلب. كما تقع العين على الذاكرة في المذاكرة فينسى الطالب أيوه ينسى التلميذ، كما تقع العين في العمل. اديني روشتة حلوة كده أمشي عليها. ما في أفضل من الأذكار يا شيخنا، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. طب هل في رقية معينة للحسد؟ نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بها الحسن والحسين وسيدنا إبراهيم كان يرقى بها إسماعيل أو إسحاق. واللهم ربنا اسأله البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية عامة من العين والحسد والمرض. الله الله. نعم. الله. نعم. يعني طب ما قولك فيما يقول مثلا بأنه نقرأ سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة. نعم. وآية الكرسي. نعم. وآخر آيتين من سورة البقرة. جميل. وقول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم. وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. جميل. القرآن كله شفاء شيخ. نعم. نعم. لكن تحديد هذه الآيات هو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو اجتهاد من العلماء. نعم. لكن ثبت نفعه. ثبتت القرآن كله ثبت نفعه وخصوصا الفاتحة. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء. نعم. ما هو شفاء. الفاتحة خصيصا. نعم. لا تكفي. طب هل في أحد من الرسل أيضا رقى أولاده غير رقية سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا إبراهيم رقى إسماعيل وإسحاق. ويقال إسماعيل ويعقوب. نعم. الله. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. داخل. نعم. 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 نفس الرقية اللي كان يرقى بها سيدنا إبراهيم إسماعيل وإسحاق رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وقال كان أباكم إبراهيم يعوذ بها إبراهيم. طب ما نقول الرقية الثانية كده عشان نحفظها مع بعض. بسم الله. رقية سيدنا إبراهيم. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طب نشرح كده الدعاء ده. الله يحفظك شيخنا وبارك فيك. أعيذكما الاستعاذة إن أنا ألجأ إلى الله عز وجل وأستعيذ به وأحتمي به سبحانه وبحمده فهو سبحانه وبحمده قادر على كل شيء وهو وحده القادر على دفع الأذى. أعيذكما يعني ألجأ. نعم. وأحتمي. نعم. بالله عز وجل. أعيذكما. نعم. بكلمات الله التامات. قال العلماء كلمات الله التامات هي الأسماء والصفات وقال بعضهم هي كل ما نزل من عند الله عز وجل كلمات الله التامات. فهو يعوذ أولاده بالأسماء والصفات. وبالقرآن وبما نزل من عند الله عز وجل. فهذه رقية قليلة لكن نفعها عظيم. كلمات الله التامات حضرتك خلتني أروح للأسماء الحسنى. نعم. والصفات العلى. نعم. فربنا بيحب أسماؤه. نعم. ويحب أن يدعى بهذه الأسماء. نعم. فلذا أعيذكما بكلمات الله التامة ها من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شيطان معروف. نعم. وهامة. الهامة هي المرض قد يكون بسبب العين والحزن وقد يكون المرض العضوي. وقالوا الهامة هي حشرات الأرض. أيام زمان الهوام. الهوام. نعم. ما يهيم على الأرض يعني. نعم. يمشي على الأرض. نعم شخص. لكن ممكن يكون ما أهم الإنسان من هم أو أمر. نعم. أزعجه. نعم. أو. نعم. أقلقه. العين تسبب الحزن شخص. الهم والحزن دايما يقول لك أنا حزين مهموم. أنا حزينة دايما حزين. نعم. نعم. هذا يحدث بسبب العين. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني عين لامة
يعني لم تترك شيء والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. بتكنس اللي قدامها كله. نسأل الله العفو والعافية. أقول لك بتصور. نسأل الله العفو. ده العائن يا شيخنا. نعم يا شيخنا. العائن. العائن اللي هو بيحسد بعينه ويبص فوق تحت يجيبه زي سهل كده ابن حنيف ويا نعم. الله. نعم. الله. يبقى أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. دي رقية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. نعم. طيب لو أنا عندي ولد واحد. نعم. أرقيه إزاي؟ أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. لو أنا عندي مجموعة أولاد. أعيذكما نفس. أعيذكم بكلمات الله التامة. نعم. نعم. لو أنا عندي اثنين أعيذكما. لو أنا عندي مجمع أعيذكم. نعم. طب لو أنا هرقي نفسي. أعيذ نفسي بكلمات الله التامة. نعم. من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله. أو أعوذ بكلمات الله التامة. نعم. من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله. طب هل يضع الأب أو الأم أو الراقي إيده على رأس الولد؟ نعم. أو ورد وضع اليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان فينا إذا وجد شيئا يؤلمه يضع يده اليمنى ويسمي الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. في هذه الرواية ورد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده ورد النفس على موطن الداء. على موطن الداء. نعم. المكان اللي بيوجعني. نعم. نعم. طيب أنت أي حد بيتواصل معك سيدنا في هذه المسائل. نعم. تقول إيه للناس رسالة كده توجهها لهم اللي مصابين بالأمور دي. نعم. تقول لهم إيه؟ أقول له أن يستعين بالله عز وجل وأن لابد أن يعلم أن الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل. نعم. لابد أن يلجأ إلى الله بصدق. نعم. الأمر ليس صعبا لكن بعض الناس بيسلك مسالك غير شرعية. يعني تقول له لا تسلك أي باب غير شرعي. عليه بالقرآن. نعم. عليه بالدعاء حتى. نعم. في السحر كما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا الله. ثم ذكر قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعا. إذن الدعاء رقية. نعم. الدعاء رقية. نعم. وورد عن كثير من أهل العلم الرقية بالدعاء. نعم. الرقية. أخونا أحمد اتصل علينا وقال لنا أنه جايب سيارة جديدة هل يجوز أنه هو يذبح مخصوص للسيارة؟ مخصوص؟ آه هي من باب الصدقة حتى هو لو ذبح. نعم. من باب الاعتراف بالفضل. نعم. نعم. لكن لا يربط هذه بتلك عشان. نعم. الناس برضو يقول لك لازم دم ومش لا لازم لا لا كلام. نعم. غير صحيح. نعم. إنما هو يذبح من باب الاعتراف. نعم. نعم. هل يجوز أن أهله يأكلوا منها؟ نعم. لا مانع من هذا أظن. نعم. لا, لا مانع من هذا. نعم شيخ الله يحفظك. طيب إحنا بنقول إنه لابد من اللجوء إلى الله. نعم. طيب الساحر ده يا شيخنا يعني له علامات أعرف زين هو ساحر؟ بعضهم يسأل عن الاسم. أيوة. اسم الشخص. أيوة. تاريخ ميلاده. ايوه. ياخذ شيئا من اثره. يا عم الشيخ ده علم يا عم الشيخ. نعم. نسال الله العفو والعافيه يا شيخ. ده علم. نسال الله ربنا علمنا التوحيد يا شيخ. نسال الله العفو والعافيه. يعني هذا خطا. نعم يا شيخ. نعم. خطا كما ذكرت حضرتك في اول الحلقه. ان السحر قد يصل الى الشرك. الله اكبر. قد يصل الى الشرك. لو قام على سبيل المثال بعضهم يفعل او يصنع سحرا بالذبح لغير الله. للذبح لغير الله. للذبح. نعم. يذبح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم. نعم. الله عليه. نعم. فيجي يقول باسم الجن فلان والعياذ بالله. الله أكبر. نعم. نعم. هذا قربان للجن. هذا يصل إلى مرحلة الشرك. طيب بنقول إن هو بيسأل عن الاسم واسم الأم أحيانا. نعم. وتاريخ الميلاد. نعم. طب ده بيطلع في التلفزيون والله يا شيخنا أقول لك ده أنت سنتك السنة دي سنة يعني الكلام ده كلام إيه يعني؟ نسأل الله العفو. كذب؟ نعم يا شيخنا كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو هريرة صدقك وهو كذب. الأصل فيه الكذب. الله هو يتعامل مع الجن. الله والجن الله. الذي مع هذا الأخ بيسأل القرين اللي عند الشخص يأخذ منه معلومة ويضع عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضع عليها ألف كذبة والعياذ بالله. الله. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. آمين. آمين. وأن يجنبنا. آمين. الزلل. آمين. وأن يصرف عنا السوء وأهله. اللهم آمين. ونستعيذ بالله باسمه الحافظ. نعم. فنسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا. آمين. ومن خلفنا وأن نعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. آمين. أنا سعدت بالحوار مع أخي وحبيبي فضيلة الشيخ صالح سعد. هو طبعا هيكون معاك إن شاء الله في إرقي نفسك باستمرار مع وعد إن أنا لو توفر لي أن أنا أكون موجود معاه عشان أتعلم من أخويا الشيخ صالح في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا بشكرك في نهاية الحلقة النهاردة وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي جزاك الله خير. نلتقي لو فيه في العمر بقية نلتقي وإن لم يكن عندي متسع من الوقت فأنت هتقابل جمهورك. الله يستر. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. آمين. أشوفك على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.